يا مرحبا ترحب دل تنصر رجال الطيبين ترحب دل تنصر رجال الطيبة وتخصها ترحب كامل من ذوي حاجي على وزع وقيل حل ذوي حاجي ليا جات اللزوم نسدها حل ذوي حاجي ليا جات اللزوم نسدها مرحبا ترحيبة تنتصر رجال الطيبين ترحيبة تنتصر رجال الطيبة والتصفى يا مرحبا ترحيبة تنتصر رجال الطيبين ترحيبة تنتصر رجال الطيبة والتصفى ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزعى وقيل حلا ذوي حاجي ريان جات اللزوم سدها يا مرحبا ترحيبة بقدومكم يا الغالي عد المزون اللي من المنشى بدها مالها بحضوركم لنا الشرف بحضوركم متفائلين يا مرحبا يا مرحبا عز البلد برجالها يا مرحبا يا مرحبا عز البلد برجالها يا مرحبا ترحيب تنتصر رجال الطيبين ترحيب تنتصر رجال الطيبة وتخصها ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزعه حنا ذوي سعدي لي جات المواقف مبدعين ما نحتري لنا الأمور يحدها ما حدها حنا لي جات اللوازم فاللوازم حاضرين ونحل صعبة الأمور اللي عجز حلالها ونحل صعبة الأمور اللي عجز حلالها وتخصها ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزعه وقيل حنا ذوي حاجي ليا جات اللزوم نسدها حنا مواقفنا تشرف في صفوف المسلمين حتى سعود القد تخابرها لكم وعدها حنا الهجال اللي لنا تاريخ من مضى السنين نرد على حظ المنايا ما نحس بحسابها نرد على حظ المنايا ما نحس بحسابها يا مرحبا ترحيبة تنتصر رجال الطيبين ترحيبة تنتصر رجال الطيبة وتخصها ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزعه وقيل حلا ذوي حاجي ريان جات اللزوم نسدها نرفع عمود البيت مع شيخ القبيلة باليد شيخ اللي جت الامور الكايدات يحلها ابن الوحك شيخنا كل القبايل شاهدين شيخ اللي جا موقف روس الهجال عزها شيخ اللي جا موقف روس الهجال عزها يا مرحبا ترحيبة تنتصر رجال الطيبين ترحيبة تنتصر رجال الطيبة وتخصها واختامها يا مرحبا ترحيب باللي حاضرين ترحيب صادق من ضمير ما يبيح سدها واختامها يا مرحبا ترحيب باللي حاضرين ترحيب صادق من ضمير ما يبيح سدها ترحيب صادق من ضمير ما يبيح سدها على بلد يا زين يوم ذي عبد الشفيعين غنى خلاج سلل سنه
عاد تكملنا اللي كمل الطيب لنا ماجد ولد وزنير وما الطويلة تليا وقف عما قف ما قصرنا إن اللي جاله للوفا والمهمة تفعلنا نخبر بها من جهلنا وإن كان جت بالعلوم القديمة من طيبنا التاريخ يكتب عملنا ويوم إنها من سابع ديارنا همت وجات حنا طلوع الشمس رفرف علمنا جينا من المشرق ولا الحرب ميقات حتى العدو قبر الولي ما احتملنا رحنا نسوق باليدين الطويلات ونوار يوم القرن بغضاه ملنا ومعنا العباد لذكرهم حي ما مات ما ننكرف على الشجيعين حنا ونطير صف ثابت ما على العدوان صلنا وجلنا والطائرة قد ودعت المطارات وتحت سحاب الجو تبغت ختلنا وبعد ما وصلت دون غيم السماوات طاحت وحنا تو ما قد زعلنا يكتب لنا التاريخ صدق الروايات تبعاننا تشهد لنا لا فعلنا ويوم المنادي جاب الأخبار بدات حنا حضرنا ما اعتذرنا واليوم مع سلمان راع الصعيبات لقى نقوم للمعادل قمنا حنا جنود الدين ما في شكات ما غير دين الله بحكم حكمنا ودون الوطن مثل الجبال الروسية تم شهادة حق ولا انتصرنا ما همنا رعى الغدر والخيانات واللي يخون الدين ما هو بالعلوم القديمة من طيبنا التاريخ يكتب عملنا ويوم إنها من سابع المستحيلات حنا على الميعاد الأول وصلنا افرح بنا لأصحاب يوم المتاد من فضل ربي بلقى من خذلنا ويوم العدا في ديارنا همت وجات حنا طلوع الشمس رفرف علمنا جينا من المشرق ولا الحرب تبغت ختلنا وبعد ما وصلت دون غيم السماوات طاحت وحنا تو ما قد زعلنا يكتب لنا التاريخ صدق الروايات تبعاننا تشهد لنا لا فعلنا ويوم المنادي جاب الأخبار بدات حنا حضرنا فلقى ما اعتذرنا واليوم مع سلمان راع الصعيبات لقى نقوم للمعادي حنا جنود الدين ما
ساعات تكملنا اللي كمل الطيب لنا ماجد ولد وزن يروم الطويلات اليا وقف عن ما كذب ما قصرنا حياكم الله يا مرحبا مرحبا بقريش الله يبليكم يا مرحبا ان شاء الله خش صف قدام صف يا مرحبا يا مرحبا يلا حيهم حياكم الله يا قوم الله وسط الجزيرة
التاريخ يبين والقبائل جاهدة بكل خيرة حمر النواظر حاميات ديارها قوة وذخيرة ونعمي المطرانية خير القبائل من مضار أهل الوغى تاريخها في كل سيرة منا رسول الله محمد سيرته يا خير سيرة صرف خيار الناس والأخيار من كل البشر سلام للمطران يا قوم الله وسط الجزيرة حاميات ديارها قوة وذخيرة ونعمي المطرانية خير القبائل من مضار حنا طريق اشمر لنا الطلات وعلى من شهيرة طريق ريش اهل الوغى تاريخها في كل ديرة منا رسول الله محمد سيرته يا خير سيرة سمي بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله نعم ما عليكم زور ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله خير الله يجيبكم ارحبوا يا قريش الله يحييكم الله يحييكم يا مرحبا بكم مليون يا مرحبا بمرحبا يا قوم مروس شهيرة ترحيب وبيب الضيوف اللي لهم وزعة كبيرة الله يحييهم على الطلات وسيوف شطيرة عداد دورة الليال وعد ما هل المطار مرحبا يا قوم من روس شهيرة ترحيب وافي بالضيوف اللي لهم وزعة كبيرة الله يحييهم على الطرات وسيوف شطيرة عداد دورة الليال وعد ما هل المطار سلامي المطرالي يا قوم الله وسط الجزيرة تاريخ بين القبائل شاهدة بكل خيرة حمر النواظر حاميات ديارها قوة وذخيرة
ونعمي المطران يا خير القبائل من مضار. بنا رسول الله محمد سيرك يا خير سيرة. ما شاء الله تبارك الله. الناس والخيار من كل البشر. لما يرضى ما واحد عندهم يكون من روس شهيرة. ترحيل الروف من الضيوف اللي لهم وسعة كبيرة. الله وينه شغال؟ هذا شغال؟ يا بني غشمر يا نعم العشيرة وحنا مطيرين قابل العدوان الانصدام الغيرة أهل الثلاثة المعجزات اللي يبقون هلا غلب خلاص هذه يا خير شوي سلامي المطران يا قوم الله وسط الجزيرة بين والقضاء شاهد بكل خيرة حمر النواظر حاميات ديارها قوة وذخيرة ونعمي المطران يا خير القبائل من مضار بني غشمر لنا طولاتي وعلى من شهيرة ربعي قريش أهل الوغى تاريخها في كل ذيرة منا رسول الله محمد سيرته يا خير سيرة وصحبه خيار الناس والخيار من كل البشر حياكم الله الله يحييك الله يبقيك الله يبقيك يا مرحبا ترحيب تنتصر رجال الطيب ترحيب تنتصر رجال الطيب والخصا ترحيب كامل من ذوي حجي على وزعه وقيل حلا ذوي حجي رياجة اللزوم ستها يا مرحبا ترحيب بقدومكم يا الغانمين وعد المزون اللي من المنشاب داهم مالها بحضوركم لنا الشرف بحضوركم متفائلين يا مرحبا يا مرحبا عز البلد برجالها يا مرحبا يا مرحبا عز البلد برجالها يا مرحبا ترحيب تنتصر رجال الطيب ترحيب تنتصر على وزع وقيل حنا ذوي حجي رياجة اللزوم من ستها حنا ذوي سعدي رياجة المواقف بالدعين ما نحتري جلال أمور حدها ما حدها حنا رياجة اللوازم فاللوازم حاضرين ونحل صعبة الأمور اللي عجز حلالها ونحل صعبة الأمور اللي عجز حلالها حنا مواقفنا تشرف في صفوف المسلمين حتى سعود القدس خبرها لكم وعدها حنا الهجال اللي لنا تاريخ من مضى السنين نرد على حظ المنايا ما نحس بحسابها نرد على حظ المنايا ما نحس بحسابها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته نحمده عز وجل على سابغ إنعامه وجزيل فضله وعطائه
خلق لنا لأنفسنا أزواجاً لنسكن إليها، وجعل بيننا مودة ورحمة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية ومعلم البشرية محمد بن عبد الله الهادي إلى سبل السلام، حث على الزواج ورغب فيه قائلاً: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إدراكاً منه صلى الله عليه وسلم لحقيقة البقاء البشري، مبيناً أنه مباهياً بنا الأمم يوم القيامة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سلاماً مثل عرف المسك طيبة، وحسناً مثل أزهار الرياض، سلاماً ينتشي فرحاً ويهتز طرباً بهذا الجمع الكريم في هذا العرس الكبير، سلاماً نردفه بترحيب وتأهيل وتقدير وتبجيل بهذه الوجوه المشرقة التي أنارت المكان وأسعدت أهل المكان. فحياكم الله تحية أحلى من الضرب، وأشهى إلى النفس من بلوغ الأرب، تحية تضيء الدرب كما يضيء الإصباح كل غيهب، تحية نقدمها باسم الشيخ وازن بن حاجي الهجلة، وباسم أبنائه الكرام، وباسم فارس هذه الليلة الشاعر ماجد بن وازن الهجلة، فنقول لكم: حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً، نزلتم عند أهل وقربة، وعلت بمجلسكم الرتبة. تحيةً نعلنها بنفس تملأها المحبة والتقدير، معطرة حفت بمجد وسؤدد عند أناس تمثلوا قول الشاعر: وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا سفكنا دماء البدن في تربة الحال. ابتهاجاً بهذا الجمع الكريم الذي تتجلى فيه أروع صور التلاحم والترابط، هذا الحضور الذي دعي فأجاب ولبى النداء وما خاب، فيا مرحباً وأهلاً وسهلاً ومرحباً، نكررها للضيف ما دام باقياً، وإني لعبد الضيف ما دام ثاوياً، أسخره جهدي ونفسي ومالياً. ثم لا ننسى أن نتقدم بأخلص التهاني وأصدق التبريكات لفارس هذه الليلة على إتمام دينه، ونهنئه بهذا الزواج المبارك الميمون، فهو في هذه الليلة بدر تمامها وواسطة عقدها ونظامها، إذ هو في هذه الليلة بلبلها المغرد ومطربها المنشد، له اجتمعنا ومن أجله جئنا. نقول له: إنما الفرح فرحك والسرور سرورك، نهدي إليك تحيات مباركات طيبات، طابت معانيها فزانت مبانيها، فقد أنعم عليك رب العالمين بتمام الدين، وجمع لك خير إلى خير، وندعو لك بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ضيوفنا الأعزاء، نبدأ وإياكم أولى فقرات حفلنا لهذا المساء مع أطيب وأجمل بداية، آيات عطرة يشنف مسامعنا بها القارئ الشبل مشعل
ابن وازن الهجلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. أيها الحفل الكريم، في هذه الليلة تتيه العبارات وتتناثر الحروف ويتلعثم اللسان ويحار البيان، ويقف الشعر عاجزاً عن الترحيب بمقدمكم وحضوركم، إلا أن قلوبنا لا زالت تنبض وتخفق فرحاً وسروراً برؤيتكم، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. أما الآن مع كلمة أهل الحفل يلقيها أصالة عن نفسه ونيابة عنهم الأستاذ عبد الرحمن بن حجيج الهجلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، نيابة عن عمي الشيخ وازن بن حاجي الهجلة، فإنني أتقدم بالشكر والعرفان لجميع من حضر في حفلنا هذا وتكبد عناء السفر والمشقة وشرفنا بحضوره ولبى دعوتنا من قبيلتنا وأبناء عمومتنا ومعارفنا وجيراننا وزملائنا، فإننا نقدر هذا الحضور المشرف الذي أسعدنا في فرح ابن عمي الشاعر والمنشد ماجد ابن وازن الهجلة، سائلين الله أن يوفقه في زواجه، ونقول له كما قال الرسول: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ونكرر الشكر وتقديرنا لضيوفنا، فحياكم الله جميعا. أيها الحفل الكريم، الشعر دائما وأبدا ما يكون حاضرا ومتواجدا في مثل هذه المناسبات، ومما لا شك فيه أننا سعداء في هذه الليلة بوجود نخبة من شعراء النظم والمحاورة المميزين، والذين جمعوا شوارد الأفكار وأجمل صور المعاني لنسعد سوياً بروائع نظمهم ومشاركاتهم في هذا المساء. والبداية مع شاعر السبك والحبك الشاعر محمد الهجلة. مساكم الله بالخير جميع، صلوا على النبي. أولاً أبارك للأخ الشاعر ماجد بن وازن الهجلة، وأتمنى له حياة سعيدة، وأقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. بسم الله أبدأ واستعينه والصلاة على النبي. بسم الله أبدأ واستعينه والصلاة على النبي. والبخيل اللي بسم الله أبدأ واستعينه والصلاة على النبي، والبخيل اللي سمع ذكره ولا صلى عليه. بسم الله أبدأ واستعينه والصلاة على النبي، والبخيل اللي سمع ذكره ولا صلى عليه. في حفل ماجد ذكرت الله وإبليس هبي جل شانه، نرتجي عفوه وخيره نرتجي. عاشق في حفل ماجد ذكرت الله وإبليس هبي، نرتجي عفوه وخيرك كل بونا نرتجي. من بعدها يا هجوس الشعر هلي وارحبي، لجل ذوي حاجي جزيل الشعر لازم ننتقي. من بعدها يا هجوس الشعر هلي وارحبي، لجل ذوي حاجي جزيل الشعر لازم ننتقي. هالقصايد طوع شوري حسب فكري وش يبي،
القصايد طوع شوري حسب فكري، وش يبي ما يعذربها حكيم الراي والقلب. النزيه ما عشقت الا الجزاله والجزيله مطلبي، والطريق اللي معك بطيب حنا ما نبيه. ما عشقت الا الجزاله والجزيله مطلبي، والطريق اللي معك بطيب حنا ما نبيه. دون ربعي ما قصر اقدامي ولا رخي، منك بيعقب اللي دون ربعه ماقفه ما يحتميه. دون ربعي ما قصر اقدامي ولا رخي، منك بيعقب اللي دون ربعه ماقفه ما يحتميه. ربعي اللي طيبهم مذكور من جد، وبي الهجال اللي لهم وقفات بيضانة. الوجيه ممطير اللي على شط الخليج، اليعربي سطر التاريخ بافعالهم مجد النزيه. عاش ربعي اللي طيبهم مذكور من جد، وبي الهجال اللي لهم وقفات بيضان الوجيه. من طير اللي على شط الخليج، اليعربي شطر التاريخ بافعالهم مجد النزيه. باسم وازم مرحبا من شرقها للمغربي، ومن جنوب الدار لحد الشمال وما يليه. باسم وازم مرحبا من شرقها للمغربي، ومن جنوب الدار لحد الشمال وما يليه. مرحبا يا مرحبا عد خط يكتبي باسم شيخ في مقامه يقدر من يجي. عاش مرحبا يا مرحبا عد خط يكتبي باسم شيخ في مقامه يقدر من يجيه. ابو ماجد راعي الطيب، والله ان المدح يزهى عريب المنسبي. ابو ماجد راعي الطيب من جده وبيه. فالختام اختم كلامي بالصلاه على النبي والبخيل اللي سمع ذكره وصلى عليه والمعذر عكسه. الوقفه الثانيه من نصيب شاعر عرف ايضا بالسبك والحبك، الشاعر عبد العزيز الهجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. البداية نبارك للأخ الشاعر والمنشد ماجد وازن الهجلة، ونتمنى له حياة سعيدة، ونسأل الله له السعادة في الدارين. كما لا يفوتني أن أرحب بجميع الضيوف الحاضرين في هذه المناسبة نيابة عن والد العريس وإخوانه، ونقول لهم حللتم أهلا وطأتم سهلا وبالسعة والرحب. في مقفي حضرت والشك زايل، الرجل له وقفة ولا الشعر وقفات. ما لي عذر في حفل راع الجمايل، ماجد ولد وزن زبون الصعيبات. معرب الجدين جزل الفعايل، حر قطامي ما قعف الطويلات. بسم الله الرحمن وابدا المثايل، واكتب على صدر الثريا عبارات، ونوخ اعتى المفردات الجزايل، وارسم من احداث القصيده علامات، وسوقها سوق البدو للرحايل، وصيغها على جميع المقامات. في ماقفي حضرت والشك زايل، الشعر له وقفه وللرجل وقفات. وما لي عذر في حفل راع الجمايل، ماجد ولد وازن زبون الصعيبات. معرب الجدين جزل الفعايل، حر قطامي ما قعف الطويلات. بالشعر لنغنى يسوي هوايل، وصوت عذوبه رايع بين الأصوات. مبروك يا ماجد عريب السلايل، يا طيب السيرة ويا طيب الذات. أشوش في حفلك وانا الراس طايل، يدخر من مدات يمناه جزلات. وازن ابن حاجي حميد الخصايل، واللي نصيت حقق المستحيلات. وازن ابن حاجي حميد الخصايل، واللي نصيت حقق المستحيلات. من روس ربع فالمواقف دلايل، والطيب لف عيال حاجي دلالات. أهل النقص صافي رجال الصمايل، يا طيبهم طيباب في كل الأوقات. وأهل الشجاعة فالصفوف الأوائل، لجى نهار فيه للذهن روغات. من الهجال من الهجال معدلة كل مايل، في حاضر الحاضر وفي فايت فات.
أهل الخيول الصافنات الأصايل وأهل الرماح القاتلات العطيبات، تاريخهم معروف بين القبائل ولا ينحصر تاريخ ربعي في الأبيات. ومبروك يا ماجد عريب السلايل، يا طيب السيرة ويا طيب الذات. أما الآن مع شاعر عرف بقوة شاعريته في النظم والقلطة، والمتميز دائماً بقوة الشاعرية، الشاعر العلم سعد المغيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير جميع، وألف مبروك الماجد وبالرفا والبنين إن شاء الله. ونقول لك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. والقصيد في الموقف هذا والله ما حتى يكفي له في الحقوق اللي بين مطير وعتيبة، ولكن المعذرة بس في الأبيات اللي على عجالة. أبتدي بسم الله الفرد ورد السلام، التحية واجب لي بديت أبدأ بها في محل العجوة اللي يفكون الجهام، الرجال اللي تحسب الرجال احسبها، الهجال وفي المراجل لهم ذروة سنام، عجوة دون المواقف ترفع شنبها، ابن وزن علي القدر علي في المقام، ستر عذرا في الحق ستر، ابن وزن علي القدر علي في المقام، ستر عذرا في الحرايب تطش سلبها، من مطير وعجوة مطير ما فيهم كلام، الصقور اللي يضو العشم خلبها، فعلهم وسط الجزيرة قبل حكم الإمام، بس يوفى اللي في الجنة حرم ضربها، فعلهم وسط الجزيرة قبل حكم الإمام، بس يوفى اللي في الجنة حرم ضربها، ما نقول له الحقيقة علي بالحرام، ما علينا من جمال تعوج رقابها، يوم أنا من عزوة في المواقف ما الضام، عزوة العتبان والنار من شبابها، ما عليكم زود، يوم أنا من عزوة في المواقف ما الضام، عزوة العتبان والنار من شبابها، روس قوم في الملاقة ما يلحقنا ملام، ما رضينا بالضعافة ولا عشنابها، ما عليكم زود، جيت أبارك جيت أشارك قبل مسك الختام، والفعول الطيبة عشت يا كسابها، وقبل ما ختم صلاتي على سيد الأنام الرسول المرسل رسالة الله جابها. سلامتك. الوقفة التالية مع شاعر عرف بالسبك والحبك والتميز، دائما الشاعر الجماهيري أحمد القرشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأبقاكم الله جميع إن شاء الله، ونبارك لأخونا ماجد، بارك الله له وبارك عليه، جمع الله فيهم بينهما في خير إن شاء الله. أقول من اسطبل الهجوس اللي بصدري ينتقيت حصان، من اسطبل الهجوس اللي بصدري ينتقيت حصان، من خيار الخيول اللي على الطالة مدربها، لها بدوكها تجتال في فكري وانا نشطان، مضريها على الطرقة ولو زادت متاعبها، وتاج محاسنا سر الأصالة دايما ظفران، يشوك كل من تبحر عيونه في مناقبها، كبيرة صافية برقة كحيلة واسعة العيان، خفيف اللحم في خدوده حسينات مشاربها، وتاج محاسنا سر الأصالة دائما ظفران، يشوق كل من تبحر عيونه في مناقبها،
كبيرة صافية برقة كحيل واسعة الأعيان، خفيف اللحم في خدوده حسينات مشاربها، مدور منخرة واسع رقيق دائما عفران، يبرد نار في جوفه تزايد به لهايبها، له أذان مثل رادار يكشف كل شيء بتقان، على راسه رقيقات على الجنبين ناصبها، خفيف وناعم الملمس رقيق يشعف الفرسان، مبين نظرته خفيف وناعم الملمس رقيق يشعف الفرسان، مبين نظرة الهيكل ومشدود جوانبها، وله غرة على الجبهة تنادي للجمال يبان، سعفها مثل شلال انتهى دربه نكايبها، ولو كفل حسين الذيل له رزه كم العلمان، يشابه شكل نافوره تداعبها هبايبها، ولو صهوه مسرجها يدور ينهم اللعنان، يشوقني وانا شوقه توفي في مطالبها، تعلى فوقها فارس كريم وعزبه الفرسان، علشان الرجال اللي تعنتنا مكاتبها، لجل ماجد ابن وازن من الهجلة علي الشان، نشارك فرحته ومطير ما نجهل مناسبها، هل الطولة لها جولة وكل يعرف المطران، هل العزة مدى الأيام من يحصي مكاسبها، أسلم. لجل ماجد بن وازن من الهجلة علي الشان، نشارك فرحتهم طير ما نجهل مناسبها، هل الطولة لها جولة وكل يعرف المطران، هل العزة مدى الأيام من يحصي مكاسبها، وحنا يا وجيه الخير جيناكم على ظفران، بني غشمر هل القالة ليا شبت لهايبها، وحنا يا وجيه الخير جيناكم على ظفران، بني غشمر هل القالة ليا شبت لهايبها، ومن يسل ترانا قريش أهل العز والإيمان، ما عليكم زور، ومن يسأل ترانا قريش أهل العز والإيمان، دعاة الخير وأهل الخير في الأرض وجوانبها، نسب منا رسول الله محمد سيد الثقلان، لفى للخير بالأمة وتعلت في مراتبها، نشر نور الهدى للناس من ذاك الزمن للآن، وصلى الله تسليم عدد هبة هبايبها، ودن الرعد والبارق على عارضك يا لمزان، وطاحت نوها والسيل جاوروا مشاربها، وسلامتكم. أيها الحفل الكريم، لا زلنا في أجواء الشعر. شاعر أتى من الرياض مرورا بالمجمعة تلبية لدعوة فارس هذه الليلة، الشاعر العلم الذي أنصف بقوة شاعريته وبالسبك والحبك، عرف بالأخلاق والثقافة، علم طير، الشاعر ماجد الميموني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، كل باسمه وكل في محله. أنا أعتذر عن التأخير، أنا ما مشيت المجمع إلا بعد صلاة العصر، لكن معزت ماجد وأبوه والهجال بشكل عام وشوفت هالحوات الغانمة تجبرنا والله على الحضور وعلى العنوة. أنا لي 3 أيام ماني خلي البال،
أنا لي 3 أيام ماني خلي البال ولي هاجس بالشعر يا صعب ترويقه. ألا يا حزام الجنب تكفى خذ الجوال، ترى شوفته ما عاد لي نفسنا الطيقه، ودور لنا ديار مح الله يهينكم بيض وجيهكم. ألا يا حزام الجنب تكفى خذ الجوال، ترى شوفته ما عاد لي نفسنا الطيقه، ودور لنا ديار ما يوجد بها الإرسال، ترى الشعر موهبته من الله وتوفيقه. ودورنا ديار ما يوجد بها الإرسال، ترى الشعر موهبته من الله وتوفيقه. أبنقى من بيوت الشعر ندر وجزال، وبدوج في روضه وبقطف زماليقه. وتولم وخلى الجيب يا مسندي شغال، وعبت توانك لين تملى مغاليقه. وتله وتولم وخلى الجيب يا مسندي شغال، وعبت توانك لين تملى مغاليقه. وتله مثل ما قال ابويا يوم انه قال نتله مثل تله مقطع مسابيقه. وتله مثل ما قال ابويا يوم انه قال نتله مثل تله مقطع مسابيقه. وخط المدينه حط الايسر على التمثال، وجنب عن اللي يخرس سيره ويعيقه. دعينا على حفله فخر في شهر شوال بضيافه اللي شوفهم يجلي الضيقه. دعينا على حفلة فخر في شهر شوال، وبضيافة اللي يشوفهم يجلي الضيقة. هذول الهجال انعدوا الفعل، والأبطال تاريخ مشرف يبتي اللاش تحقيقه. عليكم زود يستاهلون. هذول الهجال انعدوا الفعل، والأبطال تاريخ مشرف يبطي اللاش تحقيقه. زحول الرجال اللي بهم تضرب الامثال، رقوا قمة المجد وبنوا في شواهيقه. هذول رجال ينولد ورعهم رجال، لخز العدو من هيبته يشرق بريقه. هذول رجال ينولد ورعهم رجال، لخز العدو من هيبته يشرق بريقه. لهم ماضي يذكر بتبدا الكتب لازال، ويصعب على الانذال فهمه وتصديقه. حميه ظفر نخوه شجاعه طناخه مال، فعلا على الواقع فعلا على الواقع ما يحتاج تلفيقه. والله ما تجيني والله غير تلبس الله يهينك. عليك زود طال عمرك، الله يبيض وجهك ولا يهينك ويرفع قدرك. هذول رجال ينولد ورعهم رجال، لخز العدو من هيبته يشرق بريقه. لهم ماضي يذكر بتبدا الكتب لازال، ويصعب على الانذال فهمه وتصديقه. حميه ظفر نخوه شجاعه طناخه مال، بفعل على الواقع ما يحتاج تلفيقه. شيوخ لهم هيبه وخيالهم خيال، يرد الرعيه لو تكاثر ملاحيقه. أحمية ظفر نخوة شجاعة طناخة مال، بفعل على الواقع ما يحتاج تلفيقه. شيوخ لهم هيبة وخيالهم خيال، يرد الرعية لو تكاثر ملاحيقه. حضرنا مبارك والنشدت من اللي قال، هذا ميموني يفتخر في طواريقه. سلامك. الوقفة التالية مع شاعر أتى من مدينة الرياض، عرف بقوة شاعريته وبالأدب والثقافة والعلم والتميز، الشاعر المتميز دائما عوض بن عياد الهجلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. أبارك في بداية الأمر لأخي وصديقي الشاعر والمنشد والمبدع والمتميز ماجد بن وازن، وأبارك لوالده، وأقول للعريس ما قاله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أقول الهاج سلي له سنة عاف الأبيات، اليوم في حفل الشجيعين غنى غنى وغنى بالبيوت الجزيلات اللي تزيل هموم قلب المعنى. جينا
لجل ماجد نجوز المسافات، ما نحسب حساب التعب في سفرنا، جينا لجل ماجد نجوز المسافات، ما نحسب حساب التعب في سفرنا، جينا نجوز الخط في 9 ساعات تكميل للي كمل الطيب لنا. ماجد ولد وازن يروم الطويلات، اللي يوقف عن ما قفه ما قصرنا. ماجد ولد وازن يروم الطويلات، اللي يوقف عن ما قفه ما قصرنا. حنا الهجال أهل الوفا والمهمات، أفعالنا نخبر بها من جهلنا. حنا الهجال أهل الوفا والمهمات، أفعالنا نخبر بها من جهلنا. وإن كان هاجت للعلوم القديمات، من طيبنا التاريخ يكتب عملنا. ويوم إنها من 7 المستحيلات، حنا على الميعاد الأول وصلنا. كفوكم الطيب. ويوم إنها من 7 المستحيلات، حنا على الميعاد الأول وصلنا. تفرح بنا الأصحاب يوم المتاهات، من فضل ربي فلقى من خذلنا. ويوم العدا في ديارنا همت وجات، حنا طلوع الشمس رفرف علمنا. ويوم العدا في ديارنا همت وجات، حنا طلوع الشمس رفرف علمنا. جينا من المشرق وللحرب ميقات، حتى العذوب أمر الولي ما احتملنا. ورهنا نسوق بليدينا الطويلات، ونوار يوم القرن في ضفاه ملنا. كفوكم الطيب. ورحنا نسوقه باليدين الطويلات، ونوار يوم القرن في ضفاه ملنا. ومعنا العبادل في نهار المهمات، ما ننكرف على الشجيعين حنا. ومطير صف ثابت في البطولات، يا ما على ظهور العبيات صلنا. لنا على شبه الجزيرة في محطات، ومطير صف ثابت للبطولات، يا ما على ظهور العبيات صلنا. لنا على شبه الجزيرة محطات، ويا ما على العدوان صلنا وجلنا. والطائرة قد ودعتها المطارات، وتحت سحاب الجو تبغى تختلنا. والطائرة قد ودعتها المطارات، وتحت سحاب الجو تبغى تختلنا. وبعد ما وصلت دون غيم السماوات، طاحت وحنتها وما قد زعلنا. يكتب لنا التاريخ صدق الروايات، أفعالنا تشهد لنا لا فعلنا. ويوم المنادي جاب الأخبار بالذات، حنا حضرنا فلقى ما اعتذرنا. واليوم مع سلمان، واليوم مع سلمان راعى الصعيبات، لقى قوموا للمعادين قمنا. واليوم مع سلمان راعى الصعيبات، لقال قوموا للمعادين قمنا. حنا جنود الدين ما فيه شكات، ما غير دين الله بحكمه حكمنا. ودون الوطن مثل الجبال الرسيات، أما شهادة حق ولا انتصرنا. ودون الوطن مثل الجبال الرسيات، أما شهادة حق ولا انتصرنا. ما همنا راع الغدر والخيانات، واللي يخون الدين ما هو منا. وحنا جنود الدين فرد وجماعات، ما نعتذر بنفوسنا لا طلبنا. واختامها صلوا مئات الصلاوات على الرسول اللي بهدية غمرنا. سلامتكم. أيها الحفل الكريم، أما الآن مع شاعر النظم والجلطة، شاعر عرف بقوة شاعريته، والمتميز دائماً رجل المواقف النبيلة مع قبيلته ومع القبائل الأخرى، رحبوا معي بالشاعر عطالله بن باخة الهجلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميع. نبارك لفارس هذه الليلة الشاب الشاعر ماجد بن وازن بن حاجي الهجلة أمطيري، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم بخير. المشاركة.
مبروك يا ماجد بن وازن الغالي، فالليلة اللي قدم لك تهانيها. مبروك يا ماجد بن وازن الغالي، فالليلة اللي قدم لك تهانيها، الليلة اللي تلم بعيد وموالي، عز وفخر وضيوف الله يحييها. الليلة اللي تلم بعيد وموالي، عز وفخر وضيوف الله يحييها. عند الطلب ما نعرف يمين وشمالي، بعد المسافة نصخرها ونطويها، ما فيه عن واجبك صده ومحوالي. أعتز وأشوش بالحفلة وراعيها، ما قد مكلى السعد يا طيب الفالي. من روس قوم بعيداتها قويها، شاعر وراهن على شعرك بمعدالي، أبيات شعرك من أفكارك تنقيها. شاعر وراهن على شعرك بمعدالي، أبيات شعرك من أفكارك تنقيها. من لابتن كلها مضرب للأمثالي، ألا تحمر يا كبرة بلاويها. من لابتن كلها مضرب للأمثالي، ألا تحمر يا كبرة بلاويها. يا جاهل أفعالنا فيا ملهوالي، جاهل ما يدري عن الدنيا وما فيها. مبروك يا ماجد بن وازن الغالي، فالليلة اللي قدم لك تهانيها، الليلة اللي تلم بعيد وموالي، عز وفخر وضيوف الله يحييها. أما القصيدة الثانية فهي وطنية، وللوطن علينا حق في كل مناسبة. والله ما يجيني، أنا حالب، أنا حالب. يا ابني أبيجيك، أبيجيك رسخ. والله ما تردي، أنا طالب مطلوب. رغم المصايب والحرايب والجحيم والزوبعة والهرج في هذا الكيان، لله درك شعب، يا الشعب العظيم، يا أعظم شعوب الأرض في هذا الزمان. والهمز والفوضى مع المشي بنميم، والمجتهد وصلاح تطويل اللسان. يا أعظم شعوب الأرض وافهم يا فهيم، شيبان وشبان في سر وعلان. شعب سعودي ساس الدين القويم، متماسكين أشد من حب الأخوان. أبهر شعوب الأرض بالعهد القديم، من راهن بطيبه كسب كل الرهان. شعب ما هم فقر ولا في نعيم، يحب قاداته على الحب الضمان. حير عقول الناس شعب مستقيم، يا مملكتنا أرض لها قدر وشان. هنا الرسول ومسجده خيره عميم، والكعبة ومكة تراها أطهر مكان. أفضل شجاعة من هنا وأفضل كريم، وابن صحابة ما ولد فيهم جبان. هنا ما يرضى إلا زعيم من زعيم، هم خير تلقادات لا آن الأوان. هنا أرضنا أرض الرسول كليم، كلم جليل الملك نطق باللسان. هنا السبب يا من بحقده مستهيم، تكالب الأمة ونبقى في أمان. أستودعك يا شعب رحمن الرحيم، في قوتك سببت للعالم جنان. أستودعك يا شعب
رحمن الرحيم في قوتك سببت للعالم الجنان اللي رحل عنا إلى جنان النعيم واللي بايع قائد ما يستهان اللي بايع قائد ما يستهان وجه كبير. القصيدة هذه في رجل له مواقف مع القبيلة وخارج القبيلة والحقيقة أنه يستحق الإشادة والثناء وهو الشيخ حضيض بن حجيج الهجلة. يم داول أيامك عليك اعتمادي يا منزل طه وتبارك والأنفال حضيض حتى اسمه الربع ينادي اسم على فعل ما هو قيل نوقال الطيب من مبداه نعم المبادي ونشهد اللي ما به شكوك وجدال شيخ الرقى بالمرجلة في السنادي رجال واللي جاذبه راس رجال وقفات شيخ ما هو بشخص عادي شيخ كريم يجود بالحال والمال ريف المن يحداه فالوقت حادي مقدام للطولات والربع ظلال الأولى عابد الرب العبادي والثانية ما هو من يكنز المال والثالثة ما هي علوم ودوادي شجاعته في معركة دمها سال والثالثة ما هي علوم ودوادي شجاعته في معركة دمها سال حضيض لا ذوبه طوال الأيادي يوم المشوك واشهب الملح همال والرابعة يهرج بهرج الركادي ما عندها إلا الصدق في خفاف وثقال معرب الجدان صقر الهدادي تبراله صقور رفيعات منزال عضيدها أحمد يشبه النور بادي إلا المرجلة والطيب مضرب للأمثال واذكر سعد طاريه مسك وزبادي سعد لك كل تقدير وجلال والعمر ما قا فيه غير الحصادي والرجل تبقى سمعته عبر الأجيال وازكى صلواتي على خير هادي وازكى صلواتي على خير هادي شفيعنا المبعوث في يوم الأهوال وسلامتكم جميعا. أما الآن مع الشاعر الإعلامي المعروف بشعر النظم والقلطة الشاعر عبد الله السلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. في البداية أهني عريس وفارس احتفالية هذا المساء ماجد الهجلة وأقول له ألف ألف مبروك بهذه المناسبة. حقيقة لدي مشاركة أبيات ونبيكم تعذرون على القصور إذا حصل هناك قصور. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 سلام في حفل الرجال الشغامين الليلة هم تاريخ كل في حذل شاعر من رجال مقاديم شاعر يشرف من حاضر وقاديم
لك يا ماجد لي ما عزا وتكريم، أنت الصديق اللي عزيز جنابه، حضرت أشارك عني حضرت أشارك عن بني عمي يسلم. ما عليكم زود. حضرت أشارك عن بني عمي يسلم، يا مطير يا أهل المنزلة والمهابة، أصحابنا اللي من عصر الصحابة، جيران في كل الديار والأقاليم، تشهد لنا خندف وتشهد شبابه. سلامتكم. أيها الحفل الكريم، الوقفة الأخيرة مع شعرائنا للنظم مع الشاعر منيع الهجلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألف مبروك للشاعر الجزالة ماجد بن وازن. وأنا ماني شاعر نظم، أنا شاعر محاورة، فلكن الوقت الأخير مشاركة. سلام رده يا رجال المناعير في حفل بن وازن زعيم القيادة، مبروك يا ماجد، عسى فالك الخير وعسى حياتك طول عمرك سعادة. مبروك يا ماجد، عسى فالك الخير وعسى حياتك طول عمرك سعادة. شاعر ولك بين الرياجيل تعبير، وإن قام والشعار يقدح زناده، وبوك شيخ ما يهاب المخاسير، ومن طيب حظه ما يجيب النقادة. أبوك شيخ أبوك شيخ ما يهب المخاسير، ومن طيب حظه ما يجيب النقادة. ريف الضيوف اللي ألفوها المسايير، وتلقى الشحم والكيف والطيب زاده، وجدك وعمانك لهم زود تقدير، وكلمة نعم فيهم يبالها زيادة. وجدك وعمانك لهم زود تقدير، وكلمة نعم فيهم يباله زيادة. عريف فاللازم زحولة ومشاهير، ورجالهم بالعرف عند ركادة. السلام عليكم. أيها الحفل الكريم، أما الآن حان دور التكريم. نطلب من راعي حفلنا لهذه الليلة الشيخ عبدالله بن حاجي مشاركتنا في فقرة التكريم، وكما نطلب أيضاً من الشيخ أبو فهد حجيج بن حاجي والشيخ حضيض بن حجيج والعمدة يوسف بن مدله المشاركة أيضاً. أولاً الشاعر عبد العزيز الهجلة، درع تذكاري. الشاعر ماجد الميموني، بشت ودرع تذكاري. الشاعر سعد المغيب العتيبي، بشت ودرع تذكاري. الشاعر أحمد القرشي، بشت ودرع تذكاري.
الشاعر فلاح البرازي بشت ودرع تذكاري. شاعر التميز الشاعر عوض بن عياد الهجلة سيف مذهب ودرع تذكاري. تكريم لرجل أتى من مدينة جدة ومن دولة مصر ومن الدنيا ملبيا دعوة فارس هذه الليلة الأستاذ محمد حسن بشت ودرع تذكاري لارتدائه للزي السعودي. هدية مقدمة إلى راعي الحفل الشيخ مدلّه بن حاجي الهجلة عبارة عن درع مقدمة من شقيقه الشيخ وازن بن حاجي الهجلة. أما الآن جاء دور تكريم فارس هذه الليلة الشاعر ماجد بن وازن الهجلة. هدية عبارة عن قعود مقدمة من الشيخ عبد الإله الغشمري وجماعته من بني قريش إلى الشاعر ماجد بن وازن الهجلة. هدية مقدمة من الأستاذ ناير المجنوني والأستاذ محمد المجنوني لفارس هذه الليلة ماجد وازن الهجلة عبارة عن سيف. هدية مقدمة من أخوان العريس وهي عبارة عن سيف لفارس هذه الليلة الشاعر ماجد بن وازن الهجلة. هدية مقدمة من الأستاذ صالح بن بشر الهجلة عبارة عن سيف مذهب إلى فارس هذه الليلة الشاعر ماجد بن وازن الهجلة. أيها الحفل الكريم، نذكركم جميعاً بأنه ستكون هناك محاورة شعرية بعد وجبة العشاء يحييها نخبة من عمالقة الشعر النظم والمحاورة. الشاعر عبد الله بن باقة الهجلة والشاعر فيحان القعياني والشاعر فلاح البرازي والشاعر محمد بن طمحي العتيبي والشاعر سعد المغيب العتيبي والشاعر عبد الله بن عيفان السلمي. أما الآن جاء دور الأوبريتات الإنشادية لحفلنا لهذا المساء، وما أجمل الشعر عندما ينشد بأعذب الأصوات والألحان. الأوبريت الأول أوبريت تلحيبي ك
كتب إهدام من الشيخ من والدي فارس هذه الليلة الشيخ وازن بن حاجي الهجلة أداء المنشد المبدع محمد الهوشان. الأوبريت الثاني أهداه وكتبه وأداه الشاعر والمبدع الشاعر عوض بن عياد الهجلة. يا مرحبا ترحبة تنصر رجال الطيبين ترحبة تنصر رجال الطيبة وتخصها ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزع وقيل حل ذوي حاجي ليا جات اللزوم نسدها حل ذوي حاجي ليا جات اللزوم نسدها. يا مرحبا ترحيبة تنتصر رجال الطيبين ترحيبة تنتصر رجال الطيبة والصفاء. يا مرحبا ترحيبة تنتصر رجال الطيبين ترحيبة تنتصر رجال الطيبة والصفاء ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزع وقيل حلا ذوي حاجي ريان جات اللزوم سدها. يا مرحبا ترحيبة بقدومكم يا الغالمين عد المزون اللي من المنشى بدا همالها بحضوركم لنا الشرف بحضوركم متفائلين. يا مرحبا يا مرحبا عز البلد برجالها. يا مرحبا يا مرحبا عز البلد برجالها. يا مرحبا ترحيبة تنصر رجال الطيبين ترحيبة تنصر رجال الطيبة على وزع وقيل حلا ذوي حاجي ليا جات اللزوم سدها حلا ذوي سعدي ليا جات المواقف مبدعين ما نحتري لنا الأمور يحدها ما حدها حلا ليا جات اللوازم فاللوازم حاضرين ونحل صعبة الأمور اللي عجز حلالها ونحل صعبة الأمور اللي عجز حلالها. وتخصها ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزع وقيل حنا ذوي حاجي ليا جات اللزوم سدها حنا مواقفنا تشرف في صفوف المسلمين حتى سعود القد تخابرها لكم وعدها حنا الهجال اللي لنا تاريخ من مضى السنين نرد على حظ المنايا ما نحس بحسابها نرد على حظ المنايا ما نحس بحسابها. يا مرحبا ترحيبة تنتصر رجال الطيبين ترحيبة تنتصر رجال الطيبة وتخصها ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزع وقيل حلا ذوي حاجي ليا جات اللزوم سدها نرفع عمود البيت مع شيخ القبيلة باليدين شيخ اللي جت الامور الكايدات يحلها ابن الوحك شيخنا كل القبائل شاهدين شيخ اللي جا موقف روس الهجال عزها شيخ اللي جا موقف روس الهجال عزها. يا مرحبا ترحيبة تنتصر رجال الطيبين ترحيبة تنتصر رجال الطيبة وتخصها ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزع وقيل واختامها يا مرحبا ترحيب باللي حاضرين ترحيب صادق من ضمير ما يبيح سدها واختامها يا مرحبا ترحيب باللي حاضرين ترحيب صادق من ضمير ما يبيح سدها ترحيب صادق من ضمير ما يبيح سدها. يا مرحبا ترحيبة
ماجد سلي له سنة عاف الأبيات اليوم في حفل الشجيعين غنى غنى وغنى بالبيوت الجزيلات اللي تزيل هموم قلب المعنى جينا لجل ماجد نجوز المسافات ما نحسب حساب التعب في سفرنا جينا نجوز الخط في 9 ساعات تكميل للي كمل الطيب لنا ماجد ولد وازن يروم الطويلات اللي وقف عن ماقفه ما قصرنا الهاجس اللي لسنا عاف الأبيات اليوم في حفل الشجيعين غنى الهاجس اللي لسنا عاف الأبيات اليوم في حفل الشجيعين غنى غنى وغنى بالبيوت الجزيلات اللي تزيل هموم قلب المعنى جينا لجل ماجد نجوز المسافات ما نحسب حساب التعب في سفرنا جينا نجوز الخط في 9 ساعات تكملنا اللي كمل الطيب لنا ماجد ولد وزن يروم الطويلات اليا وقف عن ماقف ما قصرنا حنا اللي جال اهل الوفا والمهمات افعالنا نخبر بها من جهلنا وان كان هاجت بالعلوم القديمات من طيبنا التاريخ يكتب عملنا ويوم انها من سابع ويوم انها من سابع المستحيلات حنا على المستحيلات
قاتلنا وبعد ما وصلت دون غيمة السماء وضحت وحنا تو ما قد زعلنا يكتب لنا التاريخ صدق الروايات تبعاننا تشهد لنا لا فعلنا يوم المنادي جاب الأخبار بدات حنا حضرنا فاللقى ما اعتذرنا واليوم مع سلمان راع الصعيبات لقى يا مرحبا ترحب تل تنصر رجال الطيبين ترحب تل تنصر رجال الطيبة وتخصها ترحب كامل من ذوي حاجي على وزع حل ذوي حاجي ليا جات اللزوم نسدها حل ذوي حاجي ليا جات اللزوم نسدها يا مرحبا ترحيبة تنتصر رجال الطيبين ترحيبة تنتصر رجال الطيبة يا مرحبا ترحيب تنتصر رجال الطيب ترحيب تنتصر رجال الطيبة وتخصى ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزعى وقيل حلا ذوي حاجي ليا جات اللزوم سدها يا مرحبا ترحيب بقدومكم يا الغالمين عد المزون اللي من المنشى بدها
هم لها بحضوركم لنا الشرف بحضوركم متفائلين يا مرحبا يا مرحبا عز البلد برجالها يا مرحبا يا مرحبا عز البلد برجالها يا مرحبا تنصر رجال الطيبين ترحيب تنتصر رجال الطيبة وتفصل ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزعه وقيل هلا ذوي حاجي لياجة اللزوم سدها حنا ذوي سعدي لياجة المواقف مبدعين ما نحتري لنا الأمور يحدها ما حدها حنا لياجة اللوازم فاللوازم حاضرين ونحل صعبة الأمور اليا عجز حلالها ونحل صعبة الأمور اليا عجز حلالها وتخصها ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزعه وقيل حنا ذوي حاجي لياجة اللزوم سدها حنا مواقفنا تشرف في صفوف المسلمين حتى سعود القد تخابرها لكم وعدها حنا الهجال اللي لنا تاريخ من مضى السنين نرد على حظ المنايا ما نحس بحسابها نرد على حظ المنايا ما نحس بحسابها يا مرحبا ترحيب تنتصر رجال الطيبين ترحيب تنتصر رجال الطيبة وتخصها ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزعه وقيل حلا ذوي حاجي لياجة اللزوم سدها نرفع عمود البيت مع شيخ القبيلة باليدين شيخ اللياجة الأمور الكايدات يحلها ابن الواحك شيخنا كل القبائل شاهدين شيخ اللياجة موقف روس الهجال عزها شيخ اللياجة موقف روس الهجال عزها يا مرحبا ترحيب تنتصر رجال الطيبين ترحيب تنتصر رجال الطيبة وتخصها ترحيب واختامها يا مرحبا ترحيب باللي حاضرين ترحيب صادق من ضمير ما يبيح سدها واختامها يا مرحبا ترحيب باللي حاضرين ترحيب صادق من ضمير ما يبيح سدها ترحيب صادق من ضمير ما يبيح سدها مرحبا ترحيب تم بقدومكم يا الغالمين عد المزون اللي من المنشاب داهم لها بحضوركم لنا الشرف بحضوركم متفائلين يا مرحبا يا مرحبا عز البلد برجالها يا مرحبا يا مرحبا عز البلد برجالها يا مرحبا ترحيب تنصر رجال الطيبين ترحيب تنتصر رجال الطيبة حاجي على وزعه وقيل هلا ذوي حنا ذوي سعدي لياجة المواقف مبدعين ما نحتري لنا الأمور يحدها ما حدها حنا لياجة اللوازم فاللوازم حاضرين ونحل صعبة الأمور اليا عجز حلالها ونحل صعبة الأمور اليا عجز حلالها يا مرحبا تنصر رجال الطيبين ترحيب تنتصر وتخصها ترحيب كامل من ذوي حاجي على وزعه وقيل حنا ذوي حاجي لياجة اللزوم سدها حنا مواقفنا تشرف في صفوف المسلمين حتى سعود القد تخابرها لكم وعدها حنا الهجال اللي لنا تاريخ من مضى السنين نرد على حظ المنايا ما
نحس بحسابها، نرد على حظ المنايا ما نحس بحسابها. يا مرحبا ترحيب تنتصر رجال الطيب، ترحيب تنتصر رجال الطيب وتخصها، ترحيب كامل من ذوي حجي على وزعه وقيل حلا ذوي حجي يا جت اللزوم سته. الهاج سلي له سنه عاف الابيات، اليوم في حفل الشجيعين غنى غنى وغنى بالبيوت الجزيلات اللي تزيل هموم قلب المعنى. جينا لجل ماجد نجوز المسافات، ما نحسب حساب التعب في سفرنا، جينا نجوز الخط في تسع ساعات تكميل للي كمل الطيب لنا. ماجد ولد وازن يروم الطويلات، اللي وقف عن ما قفه ما قصرنا. الهاج سلي للسنة عاف الأبيات، اليوم في حفل الشجيعين غنى. الهاج سلي للسنة عاف الأبيات، اليوم في حفل الشجيعين غنى. غنى وغنى بالبيوت الجزيلات اللي تزيل هموم قلب المعنى. جينا لجل ماجد نجوز المسافات، ما نحسب حساب التعب في سفرنا، جينا الخط في تسع ساعات تكملنا اللي كمل الطيب لنا. ماجد ولد وازن يروم الطويلات، دنيا وقف عما قف ما قصرنا. حنا اللي جال على الوفا والمهمات، افعالنا نخبر بها من جهلنا، وكان هاجت بالعلوم القديمات من طيبنا التاريخ يكتب عملنا. ويوم انها من سابع والانتصرنا. ما همنا رعى الغدر والخيانات،
إلى هنا أيها الحضور الكرام، وصلنا إلى ختام فقرات حفلنا الخطابي لهذه المناسبة. نتمنى أن وفقنا في تقديم ما يحوز على رضاكم واستحسانكم. نشكر لكم حضوركم وإنصاتكم معنا. لا نقول لكم وداعاً، ولكن إلى الملتقى بإذن الله عز وجل في مناسبات قادمة. تقبلوا تحياتي الإعلامي فارس بن مرزوق الشلاحي. أيها المشاهدين الأعزاء، نلتقي بفارس هذه الليلة الشاعر ماجد بن وازن الهجلة، ونقول له ألف مبروك في البداية. الله يبارك فيك، سلمك يا عريسنا لهذه الليلة. ما هو شعورك وأنت تحتفي وتكمل نصف دينك؟ والله لا شك، الحمد لله، فرحة لا توصف، واكتملت بحضور الجميع ولله الحمد، وبحضوركم أنتم، وبحضور هذه القناة الفضائية. كلمة توجهها لمن شرف هذا الحفل من أقارب وأصدقاء ومن باقي الحضور، سواء من داخل المملكة أو خارجها. والله صراحة ألف 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 شكر لهم على الحضور، وأشكرهم جزيل الشكر على من شرفونا وعلى من حضر هذا الحفل، تكريم لي وتكريم للوالد، وألف ألف شكر لهم وألف عافية لهم. شكرا لك. نقول لك في الختام بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. الله يجزاك بالخير ويعطيك ألف عافية فارس.